السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاموس جميل جدا للكلمات المعمارية. أي كلمة عايزها بتشوف حرف ايه مثلا تدوس عليها يبدأ يجيب لك شرح ليها مع الصور بشكل جميل جدا. أي كلمة مش واضحة يبدأ ان هو يجيب لك صور ليها بالتفصيل. مش بس المعماري، حاجات خاصة بالليد، حاجات خاصة بالجلوبال هيستوري، الحاجات الخاصة بالإيربن بلاننج، بالكونستراكشن، بتلاقي كلمات كتيرة جدا ممكن ما يكونش الواحد عارف معناها، ولما يدور في جوجل بيجيب له المعنى عام. هنا المعنى في المجال المعماري بس. فكرة جميلة، أتمنى إن يبقى في تعاون بحيث يبقى في نسخة منها بالعربي بحيث تكون أسهل. أي حاجة بتجيب لك صور ليها بشكل قوي جدا بالتفصيل. فقاموس جميل جدا، ديكشنري في حاجات خاصة بالستايل، كل نوع من أنواع الستايل بيبدأ يجيب لك شرح ليه مع صور ليه بحيث يكون يعني تقدر إن أنت تتذكره بشكل قوي جدا. يعني مثلا كلاسيك يبدأ يجيب لك الصور وشرح ليه الستايل.